بس خلينا بقى نروح لمها. خلينا نبتدي الأول من كابتن هشام. تعرفتوا على بعض ازاي وقصة الحب بدأت من امتى؟ لعيب كورة، كنت قبلها بتحبي الكورة ولا لأ؟ يعني احكي لنا بقى القصة من البداية. هو قبليها انا بحب الكورة من وانا صغيرة، وبشجع طبعا النادي الاهلي. والدي كان بيشجع نادي الاهلي الله يرحمه، فهو اللي حببني في الكوره، ده في البدايه. عرفت هشام عن طريق كابتن عمر ربيع ياسين، ابن كابتن ربيع ياسين. هو كان يعني صديق مشترك ما بيننا، وهو شاف حاجه فيا وشاف حاجه في هشام، وقرر ان هو يجمعنا مع بعض. عمر بيحب يعمل كده قوي، عايزه اقول يعني هو في اي شله بياخد الدور ده. الدور ده فعلا ونجح الحقيقه، يعني ان هو يخدعني ويخدع، يعني هو يخدعني ان هو يعرفني عليه ويخدعه ان هو يعرف علي. لو هو ما كانش قايل لنا اصلا ان احنا نتقابل مع بعض، لا كان قايل له ولا كان قايل لي. هو كان عمل خطة. هو كان عنده رؤيه كده ولعبها صح، وعرفنا على بعض، والحمد لله يعني كان لنا نصيب ان احنا نبقى مع بعض الحمد لله. هي.